روسيا عن قلقها البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي على المواقع السورية بريف دمشق، مؤكدة أنه يهدد بتصعيد التوتر في المنطقة. وقال ألكسندر لوكاشفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية: يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأن مواصلة تصعيد المجابهة المسلحة تزيد إلى حد كبير خطر خلق بؤر نزاع جديدة وتقويض الوضع في المنطقة. وأكد لوكاشفيتش أنه لا بد من العمل طبقا لنص وروح بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2042-2043 وحظر التدخل في الشؤون الداخلية السورية. وفي سياق متصل أعرب لوكاشفيتش عن قلق بلاده إزاء المبالغة في تقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تعتبرها مؤشرات إعداد الرأي العام العالمي لتدخل محتمل في سوريا. نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تحضير المجتمع الدولي للتدخل العسكري في سوريا. ندعو إلى عدم تسييس موضوع استخدام هذا السلاح وتأجيج الوضع هناك. ندرس جميع المعطيات، وقلقنا كبير بشأن الغارات الإسرائيلية على سوريا. استمرار التصعيد في النزاع المسلح من شأنه أن يمتد إلى لبنان ويخلق عدم استقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.